لازم تشوف زي ما بقول لك كده المشاركات بتاعت الدبلوماسية المصرية في شكلها الرسمي وهي وزارة الخارجية، ومشاركة معالي وزير الخارجية سيد سامح شكري في الاجتماع اللي بيضم عدد من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الاجتماع ده معمول تحديدا علشان ازاي نقدر نخلق دعم حقيقي لفلسطين، وده التوجه المصري لفلسطين، مش مسألة بس رفع المعاناة، لا لفلسطين يعني الدولة. ده طبعا كان على هامش انعقاد أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وتم التأكيد على حتمية وضع حد نهائي لهذه الأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار. توقف إطلاق النار، هنبدأ نشتغل على طول على the day after، اليوم التالي. معايا على التليفون دكتور طارق زياد الباحث في العلاقات الدولية، محدثنا من باريس. أهلا بك يا دكتور طارق. مساء الخير يا سيدي، مساء شكرا النور. للاستضافة. ده احنا اللي شكرا على قبول الاستضافة وقبول المكالمة. وكنا بنتكلم على اجتماعات بروكسل، نتحدث على هذه الجولة السياسية التي تتم الآن ما بين مجموعة من وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى من الممكن أن تسفر هذه الأمور مش بس عن رفع المعاناة الإنسانية، ولكن لوقف إطلاق النيران على الأراضي الفلسطينية؟ الدبلوماسية الدولية في أوروبا هي دبلوماسية تعتمد على منطق أن كل هذه الدول هي في حوض البحر الأبيض المتوسط، بمعنى أنها تتشارك هذا البحر وتتشارك ثقافات متعددة لها علاقة بما نسمينه ما هو مستقبل هذه المنطقة. المشكلة الكبرى يا سيدي أن هناك دولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، التي رغم كل ما نفعل نحن إما في الشرق أو حتى في الغرب، وبالتحديد في هذه القارة العجوزة أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية تبحث دائما عن ما نسميه المصالح. كنت أستمع بدقة لما قلته لك، وأن بالقول أن السياسة ليست عواطف ولكن السياسة هي مصالح. المصلحة الكبرى التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية والأولى هي حماية إسرائيل. لذلك الدولة الأقوى بالمفهوم البشري، بالمفهوم السياسي وبالمفهوم العربي هي مصر. وهذه الدولة الكبرى رغم كل وجود الدول في الخليج التي تتمتع بما نسمينه المال والقوة العسكرية القادمة من عدد من الدول، من الأسلحة التي قدمت من أوروبا ومن أمريكا وحتى من الصين ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مصر تظل حامية لما نسميه فكرة العرب وحماية العرب. لذلك الوزير سامح شكري وزير الخارجية عندما ذهب إلى أوروبا وبالتحديد إلى هذا المجلس الذي جمع وزراء خارجية العرب مع الاتحاد الأوروبي، كان واضحا أن الموضوع هو كما قلت حضرتك فلسطين. الموضوع فلسطين، بمعنى لا نريد وقفا لإطلاق النار فقط لكي تسترجع إسرائيل قواها ولكي تدمر من جديد إما في الضفة الغربية أو في غزة. علينا أن نبحث جميعا عن كيفية الوصول إلى حل الدولتين إذا كان هذا الحل حتى اللحظة تقبله إسرائيل. النقطة الثانية هو كيف نستطيع مع إيقاف إطلاق النار أن نبدأ بما نسمينه أن نعيد ليس بناء غزة ولكن الأطفال، العائلات، الذين ضربوا قتلوا. كل هذا الموضوع مهم قبل أن يكون أن يبدأ هذا ما نسميه الإعمار، لأن الكل بدأ يتكلم عن إعمار غزة وكان الموضوع انتهى. اليوم إسرائيل دمرت كل البنية التحتية وحتى مع إنشاء هذا المرفأ البحري العسكري أنا أسميه، الذي هو جسرا بحريا ما بين قبرص وبين غزة للوصول المساعدات التي لم تصل. وأكثر من ذلك التعدي الإسرائيلي على معبر رفح ما بين مصر وفلسطين وبالتحديد غزة هو تعدي أيضا على اتفاقية كامب ديفيد، وهي تعلم إسرائيل ذلك أنه لا يمكن إلا بالاتفاق مع المصريين أن نصل إلى ذلك، ولا تسمح مصر بذلك. لذلك المساعدات والمعونات لأهلنا في فلسطين لم تصل ولم تصل لطالما الإسرائيلي مصر على أن ينتهز هذه السياسة المدمرة التي هي سياسة الإبادة، إبادة جماعية وإثنية بنفس الوقت.
بالقول أنهم لا يريدون فقط قتل حماس، إنهم يقتلون الأبرياء. الآن منذ 5 دقائق قصف مخيم بالقرب من رفح فيه لاجئين مدنيين، لا يوجد عسكري، لا يوجد مقاتل هناك. هل هذا ردا على رشق تل أبيب؟ نعم نعم يا سيدي، هناك مشكلة الكبرى أن إسرائيل لا تفهم إلا بموضوع العنف والقوة، والمشكلة أكثر من ذلك أنها لديها بنك من الأهداف يوجع الطرف الفلسطيني، بمعنى أن هذا الوجع أصبح لدى الناس مدى قدرة احتمال الناس، ولكن الفلسطينيون أثبتوا أنهم قادرون أن يظلوا مقاومين جميعهم، لا مشكلة في الطعام، لا مشكلة في المياه، المهم المقاومة أن تبقى، أن يكونوا صامدين لكي يبقوا في أرضهم، لا يريدوا الخروج. الكل يقول لك هذه ليست العام 48، ليس العام 67، ليس أعوام 73، 71، 67، كل هذه الأعوام التي قادت يعني مرحلة من المراحل لتختصر الأراضي الفلسطينية إلى ما هو الآن بعد اتفاق أوسلو، أي الضفة الغربية وغزة، وحتى ما حصل بموضوع له علاقة بالاستيطان والاستعمار الإسرائيلي، وليس استيطان، استعمار إسرائيلي في الضفة الغربية. الآن إسرائيل توجع بضرباتها، وبنفس الوقت توجع هي أيضا بضربات المقاومة الفلسطينية، لأنها تعرف جيدا أن بنك المعلومات الذي لديها هو بنك معلومات مدني، ولكن المقاومة تعلم أنها تقصف بعض المواقع العسكرية إن كان من جنوب لبنان وحتى من غزة باتجاه المواقع الجغرافية المحيطة بغزة. مظبوط، أشكرك جدا دكتور طارق زياد، الباحث في العلاقات الدولية، محدثنا من باريس.